مرحبا أحبتي الكرام، وصلنا الآن إلى الدرس 49. كلمة مهمة جدا جدا، كلمة area. area area. الهدف من هذا الدرس هو حفظ 90% من المعلومات من أول مرة. حوالي 20 كلمة جديدة تقريبا سوف نتعلمها خلال دقيقتين. ولنتعلم هذه الأمور يجب أن نتبع بعض الأمور الأساسية. get ready، اجهز. write all the phrases، so you need a notebook، حضر كراس. a pencil، قلم. just 2 minutes، فقط دقيقتان. ركز معي أيضا. repeat after me، كرر خلفي. 5 times aloud، كرر خلفي العبارات 5 مرات بصوت مرتفع حتى تتقنها باللفظ الصحيح. أما الآن اضغط على إعجاب، سبسكرايب، وفعل زر الجرس حتى تصلك جميع الدروس حين نشرها. كلمة area لديه مجموعة من المعاني، أهم هذه المعاني area مساحة، area منطقة، area مجال معين. المثال الأول على كلمة area: plant it in a dry area in the garden، ازرعها في منطقة جافة في الحديقة. plant it، ازرعها. plant it، ازرعها. in a dry، منطقة جافة. area، dry area، منطقة جافة. in the garden، في الحديقة. فلنقرأها معا: plant it in a dry area in the garden. أحسنت، كررها الآن بصوت مرتفع 5 مرات حتى تتقنها باللفظ الصحيح. المثال الثاني: the room is 12 square feet in area. الغرفة الغرفة is 12 square feet، 12 قدم مربع، in area، في المساحة، في مساحتها. فلنقرأها معا: the room is 12 square feet in area. أحسنت، كررها الآن بصوت مرتفع 5 مرات حتى تتقنها بالشكل الصحيح. مرادفات كلمة area: district بمعنى منطقة، area منطقة، district area، space مساحة، section دائرة، section field مجال عمل معين field area field. هذه أهم مرادفات كلمة area. حاول الآن أن تكتب جملة مستخدمة فيها كلمة area، اكتبها في التعليق أسفل هذا الدرس. area بإمكانك استخدام إحدى الأمثلة التي مرت علينا قبل قليل أيضا. area. شكرا لكم على المتابعة، وانتظرونا في الحلقة القادمة، واستمروا بالمثابرة.